المهدية مزيانة كيف كيف. تصفيقة كبيرة على شوماخر. تيرش رش ليام بن براهم مرحبا. 43 سنة، زوجك توفى عنده توا 14 سنة، عندك ثلاثة صغار، زوج بنات وليد، ناجحين في قرايتهم الحمد لله يا رب. سمعني تو أنت كان ما تخدمش وراجلك توفى، كيفاش عايش؟ والله بالريتريت نتاع عايش به. الغاية من الحصول على المال تحب تشري كهرباء كيما قلنا حقا، اش عمل معك سيد الوالي؟ فما حد تركس حتى انت حاولت خاطر نفكروا الساده المشاهدين اللي حسب ما تقول الهامه الهام تقولوا انه هي تحب تولي شوفير نتاع تاكسي، وقال لك في المهديه قالوا لها في الولايه وانه مش معقول. انت قلت مراه تخدم تاكسي، مش معقول مش قابلين الفكره اللي الفكره مش قابلين فكره وانه مراه تخدم تاكسي. فتوجهنا بنداء للسيد الوالي، عندنا توا مديده التالي ماشي، ما فما حتى ما فهم شيء، فما حتى شيء طفانا والله العظيم، حتى شيء طفانا طول على غلب. السيد الوالي توا هو معناتها كيف نعملوا له هكا باش يتغش، معناتها باش يقول لك هو خاطر تتعدى في التلفزه في بالها باش نعطيها، معناتها راهو يمكن قاعدين نعملوا فيه مضر، معناتها يمكن غادي وين يزيد كيكس اكثر، معناتها ربي يهديه. اما كان يجي تليفون براسه بعد اخر تاخو هذا شنو تاخو بيان سور تاخو مش مشكل. حاجه اخرى، انا حبيت نخدم شوفير تاكسي اللي عندهم رخص، حتى واحد ما بيه خدمني قال شنو هو خاطر الكاميرا ونخافوا من البركاجات ونخافوا من يعني شنو دخل الوالي يعني. به انا حاولت نقابل الوالي باش نقول له راني امراه وراجلي متوفي، فهمت، ونحب نخدم على اولادي، اعطيني رخصه خاطر اصحاب الرخص ما بوش يخدموني، فهمت، اعطيني اني نخدم. معناتها حتى اللي عندهم رخص ما يحبوش يخدموك صانع؟ يخافوا يخافوا، فهمت، مش وفيتهم يخافوا، مش خايفوا يخافوا من نسيهم، يخافوا من نسيهم زاد. قاعد ندخل صانع تاكسي. هذا شكون هذا ماشي؟ ايه صانع التاكسي نتاعي هذا. نوجه تحيه التاكسيست واحد اللي هو قبل ما نجي البرنامج حكايه جمع قال لي اجي باش تخدم معايا. اي باهي هاو بدا شويه الامور. مكرم مكرم نوجه له تحيه. هاي تو نكملوا نحكيو من بعد، نحينا شنو هذاك بابيي مشوار، مصباح سحري اي لا، ما دونتيفريس وكتاب طبخ. طيب صنيفه انت ولا؟ برشا الحمد لله. دونك كتاب طبخ ما حاجتكش به؟ نعم. هاي حل بنزر. سليانة 20. استمرين
85 8 45 وعلاش التسعة مبي وقتين مازالوا 50 75 300 ومليار ها قفصة 25 مليون فلوس جندوبة 23 مية ذيب إن شاء الله أزرق أمور ولا بد وكمل معناتها باش السادة المشاهدين يعرفوا اللي حياتك ماهيش سهلة معناتها حتى راجلك توفى عنده توا 13 سنة أما توفى في ظروف قاسية وصعيبة جدا معناتها بركاش كيف معناتها في ستوب وقف باش يوصل واحد ولا كيفاش؟ يطلع معاه شكون في الكهرباء طلع معاه شكون في الكهرباء حاب يستخدم الكهرباء دغرو بسكينة هزوا بلاصة خالية وعطاه سبعة ضربات عطاه؟ سبعة ضربات حسبت بالشرع معناها بالسكينة دغرو سبعة مرات حاب يفك الكهرباء حاب يسرق الكهرباء معناتها دغر الراجل بسبعة دغرات على الكهرباء مستيء مشتي من العمر حبتي صاحبتي جار جارتي باش نتوحشها حسيت كي صح شكون تعاوني انا باش نحل الصنيدق تاو نينجا نينجا مئة مليون سبعة هاي كيف هاي يا برنسيس ورينا شو عندك في الصندوق البنك تقترح عليك لو كان تحب تنجم بدل الصندوق بده ب 16 سيدي بوزيد قبلنا تغيير الصندوق اي شيف مرحبا بك شيف ملا شيف ملا شيف تحيه ملا شيف شيف الشيفان اي سيدي رقم الحظ نتاعك قال لك هذاك اي مشينا جبني هي عندها ثلاثه ارقام حظ انت جبت رقم قديش 16 عيد ميلاد بنتي عيد ميلاد بنتك الكبيره سيرينا ربي يفضل عليك 85 8 45 لخاطر كان ما نقولهاش معناتها يقعد الاسيستون متكونسي بالبلاك مسكين ما تروج الكاميرا ما يقعد هكا معناتها يقعد الصباح ينقول 85 8 45 زغوان زغوان السردوك السردوك يعوج والله الأمور إن شاء الله الأمور تطويل على ايدك لا هي وليدك
الغنايه هذه ما فماش تونسي مش حافظها من الاول للاخر ولا انا غلط. جران سوكسي تصفيق على رضا ديكي ديكي. ما عندكمش معلومات عليه ولا ما رضا ديكي بالحق ما دام كلام مازال يغني وكل رضا وي البنك تقترح عليك وانت دير لكم لك مبلغا في الوسط قد قد 15 مليون نرفضوا 15 مليون 85 8 45 ها يا صالح اصغر مي اسمعني اسمعني عملنا ضربه تو ترى بري لما بفهمك عصيري شو تحس الدنيا سيري حاسس حالي بلاد الكون وما في بالعالم غيري يلا الله والله ما شاء الله فيرسيون بياتي هكا تراها برا زي ما محير سيكت ترى عطينا حاجة متى واحد دخل في حيط منا زيد اسمع دخل في حيط بلا فينويت دخل في حيط في طول منا زيد دخل لك اللي فريمون هاك اللي فريمون زين شوية فن راقي خوي تربيت الو البنك تقترح عليك وانت يدير لك ملك 20,000 دينار نزيدوا شوية نرفضوا 20 مليون 85 8 45 العود نجح معك ولا العود فيرسيون بياتي نجح جيبسيه بينومتك معتني وذن اش تحكي لي اسمعني
مليون 300 مليون مليار معناتها امورك راهي اكثر من باهي ها نقول لهم نرجع وبعد الاشاء بعد الاشاء نرجع وبعد الاشاء نرجع وبعد الاشاء ما زالوا لكم بعض الدقائق باش تربحوا شطر قيمه المبلغ اللي باش تربحوا المتباريه نتاع الليله ابعثوا اس ام اس على الرقم 85 8 45 85 8 45 وقد ما تبعثوا اكثر اس ام اس قد ما تكون حظوظكم اوفر في الربح